مشاهدي قناة حنبعل، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الصراحة راح. شكرا على التفاعل وردود الفعل والنقد وكل ردود الفعل المختلفة اللي قاعدة توصلنا عن طريق مواقع التواصل الإلكتروني المخصصين على ذمتكم عبر الانترنت، موقع قناة حنبعل الرسمي الموجود الآن أمامكم على الشاشة، وأيضا صفحة البرنامج في الفيسبوك. الصفحة هذه تستقبل كل أسئلتكم وكل نقدكم وكل اقتراحاتكم. عن طريق هذه الصفحة نجموا تطرحوا أسئلتكم إلى ضيوف البرنامج ونحن نطلع عليها ونختاروا ما يصلح وما يفيد وما يضيف لهذا البرنامج. وأيضا نجموا تقترحوا الضيوف اللي تتمنى يكونوا موجودين في هذا البرنامج. إذن يتواصل برنامج الصراحة راحة، يتواصل في استضافة الشخصيات السياسية الهامة والعامة، ونستضيف في هذه الحلقة الجديدة شخصية سياسية جديدة عندها خبرة كبيرة في المجال السياسي، خبرة دولية عالمية وأيضا خبرة وطنية في السياسة الوطنية. هو رجل من رجال النظام السابق، كان يعمل في الحكومة السابقة قبل الثورة، ويقال عنه كلام كثير. اليوم باش نحكيه على الكلام هذا، باش نوضحه برشا حاجات، باش نقدموه من زاوية أخرى ربما ما تطرق لهاش البرامج السياسية الكلاسيكية والعادية. نستقبل معا السيد كمال مرجان. أهلا وسهلا. مرحبا بك سي كمال، اهلا وسهلا بك في صراحة راحة وفي قناة حنبعل. يظهر لي لأول مرة زورنا في قناة حنبعل، سعيد جدا باش نزور حنبعل وأول مرة نشارك معكم في برنامج. مرحبا بك. نحب أولا نقدم لك البرنامج ومحتواه وأركانه. البرنامج هذا برنامج يعتمد على الأسئلة الجريئة والصريحة، أسئلة غير متكررة وغير معتادة وغير متوقعة أيضا. نتمنى أنك مستعد لتقبل كل أنواع الأسئلة مهما كانت مشاكسة. الديكور يتغير اللون نتاعو حسب المنطقة اللي باش ندخلوا لها في حياتك أو في مسيرتك أو في تاريخك. باش نحكيو شوية على تاريخك السياسي سواء على المستوى الدولي أو على المستوى الوطني. باش نحكيو على أفكارك، على حزبك، حزب المبادرة اللي يستعد لخوض الانتخابات المجلس التأسيسي، الانتخابات الديمقراطية الأولى في تونس، في تاريخ تونس. وأيضا باش نحكيو شوية على كمال مرجان الإنسان اللي ما يعرفوش الناس، وذايا مهم برشا لتقريب الشخصيات السياسية من الناس. سي كمال مرجان، نبدأ من سؤال مهم برشا محير نوعا ما. كمال مرجان قبل ما يجي لتونس كان موجود في الخارج، وضحى بطموحات عالمية ودولية من أجل الانضمام إلى نظام بن علي، إلى حكومة بن علي. كنت مسؤول في الأمم المتحدة، مسؤول سامي، مسؤول كبير، وكان عندك فرص كبيرة للصعود على المستوى الدولي، فرص كبيرة وموجودة متوفرة. فجأة تعود إلى تونس باقتراح من النظام وترضى بمرتب معناها صغير كمام، كان تسمح لي معناها 700 دينار في الوقت ذاك 89 اي عام 89 700 دينار في وزارة الخارجية، وانت كنت معناها تصور فيهم في نهارين في الأمم المتحدة. يعني تضحي هذه الكل، يقول قايل علاش؟ والله معناها أولا شكرا مرة أخرى على الدعوة. بالنسبة للسؤال هذا بطبيعة الأمور بالنسبة لي واضحة. 89 ما ننساوش، كان عهد جديد وكنا نتوقع طبيعة الحال معناها مش اللي كانوا دستوريين فقط كيفيانا، كل الشعب التونسي بكل فئاته بكل طبقاته كان فما أمل كبير في البلاد. ولما دعيت باش ندخل تونس كان من الصعب على الإنسان مهما كانت الوضعية من ناحية المادية ومن ناحية الراحة كما قلت أنه يرفض هذا. كان المبدأ متاعي أني نفضل باش نحاول باش نعمل تجربة حتى ولو نندم عليها من بعد إذا كان ما نجحتش، وهذا كش صار هو في الواقع نجيه للندم من بعد. خير من أنه من بعد كي نكبر ونقول في وقت من الأوقات بلادي احتاجت لي، وبلادي هي اللي كونتني، وبلادي هي اللي قررتني، وكنت حتى ولو في الخارج صحيح في الأمم المتحدة ولكن
قبل ينساوا الاسم ويتذكروا انك تونسي. فبطبيعه الحال خيرت اني باش نروح باش نروح لتونس وباش نخدم بلادي وفي في الميدان اللي كنت نتوقع على النجم ننفع فيه. هو كلام سياسي وعام وانشائي باهي ان واحد يرجع يخدم بلاد وكل شيء، ولكن انا نتصور زاد كنت عندك طموحات وطنية في الوقت ذاك، كنت عندك طموحات من اللي أنت صغير والطموحات هذه في بلادك تعملها، زاد عندك مصالح خاصة تخمم فيها، مانيش كلنا مثاليين. سي سمير أنا خرجت عام 72 ورجوعي عام 89 ما كانتش المحاولة الأولى. في عهد رئيس بورقيبة صارت 3 محاولات لإرجاع ولذا بالتالي الفكره كانت دائما موجوده. الفرق سامحني، الفرق بين ارجاعك في عهد بورقيبه وعهد بن علي انه بن علي من اقربائك يعتبر. لا ابدا، دونك أبداً. اسهل الانزلاج. لا ما لعبتش دور ابدا، معناها ما لعبتش حتى دور ابدا. اللي يعني كان علاقه مساهره معكم، دونك نجم تكون مطمئن اكثر. لا ابدا، لا ما كانش الامور الشخصيه ما كانش عندها دور الحقيقه. ثلاث مرات اللي صارت فيها محاولات من ناس معناها ربي يحيهم ما زالوا موجودين الثلاثه وكانوا وزراء كبار في عهد رئيس بورقيبة. الوقت هذا كما تعرفوا كانت هذا في العشرية الأخيرة متاع رئيس بورقيبة، وكان فما كثير من الشكوك. وأنا كي خرجت عام 72 ما خرجتش لأني حبيت نخرج فقط، أنا مشيت أكمل في دراستي لأني ما كنتش راضي على الوضع. وفك الوقت هذاك ربما حتى بعدت على كل نشاط سياسي إلا في فترة معينة مشيت حتى ربما في اتجاه يساري شوية، ومن بعد رجعت لما دخلت الأمم المتحدة. على كل كان فما موقف. وفي 89 الامر كان مختلف، مش قضيه انه بن علي هو معناها ولد عم والد زوجتي، ما كنتش نعرفه. انا عرفته عام يمكن 79 اول مره عرفته اول مره قابلته انا كان عام 79 78 79 لكن الشيء اللي صار هو انه في ذلك الوقت وقع اقتراحي من طرف الأمين العام للحزب في ذلك الوقت سي عبد الرحيم الزواري، على أساس أنه باقتراح من زميل آخر ومن صديق آخر أنه ترجع نجم نعاون، خاصة في ميدان العلاقات الدولية بالنسبة للتجمع في ذلك الوقت. وهذا كوين جات الفكرة. وبالتالي لما رجعت كان مفروض باش ناخذ المسؤولية هذيك، وطبيعة الحال كان في ميداني. وكنت صحيح نأمل أنه باش نخدم بلادي، ما نيش نعمل في الديمغوجيا ولا في السياسة. لا، معناها الإنسان مع الجانب ذي الوطني وتخدم بلادك، فما جانب زاد تخمم في روحك زي. لا بطبيعة الحال الإنسان بطبيعة الحال، لكن في ذلك الوقت أولا ما زلت صغير، عمري 40 سنة، وثانيا كذلك فما في وضع اللي البلاد قادمة ما زلت جديدة، معناها الشيء اللي حصل في البلاد ما كانش الانسان. انا نتصور لو كان ما جاش بن علي هو في النظام ما ترجعش بسهوله. لا كنت اذا كان بذاك يطمنك شويه، لانه تطمين على طموحاتك شويه. لا ابدا، افيرماتيف. لا ابدا، رجعت ما عندوش علاقه بشخص. لا ابدا ابدا ابدا، لو كان حتى في حد اخر ويكون الوضع كما هذاك فيها كالامان. خلينا نكون واضحين. انا عام 87 و88 و89 الوضع كان جيد، كانت فما وعود وكل الاطراف معناها كانت مسانده، معناها حتى الناس اللي من بعد ربما دخلوا في المعارضه وتعذبوا الى غير ذلك. في وقتها كان فما تقريبا اجماع كامل، لانه معناها البلاد خرجت من وضع اللي كلنا نعرفوه كيفاش كان. فبالتالي وقتها ما كانش قضيه نتاع شخص او شخص. لو كان حد اخر وناداني كنت كيف معناها ما كنتش متاخر. ولكن واحد ينجم يخدم بلاده في نظام فاسد، في نظام مخرب. من بعد الامور اصبحت مختلفه صحيح، لكن ما كانش هذا عام 89. السؤال هذا تنجم تطرحه لي بالنسبه ل 2005. خلينا كذلك هنا نكون واضحين في هذا. اختيار كان بعد ما عملت حملة انتخابية، كنت مرشح لمركز المفوض السامي لشؤون اللاجئين. بلادي عاونتني، الدبلوماسية التونسية وقفت معايا. ولما عرض علي أن أدخل الحكومة وقتها كان فما عامل آخر، وهو أنه ما تنجمش بعد ما بلادك لمدة أشهر ساندتك، وكنت تقريبا على قاب قوسين كما يقولوا وأدنى باش نكون مفوض سامي الأمم المتحدة، يصعب باش وقتها تقول لا انك ترجع لبلادك باش على الاقل ترد الجميل. ولكن بن علي لعب دور كبير في لحظه من لحظات حياتك، وقت اللي انقذك من الموت بريسك. وقت اللي اقترح عليك الامين العام للامم المتحده كوفي انان تكليفك بمهمه تمثيل الامم المتحده في العراق، ونصحك بن علي قالك ما تقبلش، واذا قبلت
اطلب حراسة خاصة معناها تونسية. وبالفعل رفضت. وقعت تعويض. لا ما رفضتش. كوفي أنان اختار سيرجيو فيرا دي ميلو. اي اختار البرازيلي. والبرازيلي مات. اي مات في تفجير مقر الأمم المتحدة في العراق يعني. 19 يعني اللي ينقذك من الموت هو ابن علي بنصيحة صغيرة. والله شوف أنا وقتها كان في 2003. وعرض علي أنا اتصلوا بي من نيويورك وكنت بالفعل أنا وسيرجيو فيرا دي ميلو الاثنين وقتها كان مفوض سامي لشؤون لحقوق الإنسان وسيرجيو صديق ومعناها عزيز وقريب جدا فلما طلع هو نيويورك أنا طلبت باش نقابل الرئيس السابق لأني اعتقدت أنه أنا مانيش ماشي مش تطلب نصيحة ولا استشارة استشارة لأنه استشارة لأنك تابع النظام لا 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 مش تابع النظام أنا وقتها موظف دولي ما عندي حتى علاقة بالحكومة التونسية لكن مانيش ماشي كما قلت لا للتيمور ولا للبيرو ماشي لبلاد عربية عندنا فيها مصالح عندنا علاقة بها معناها كبيرة تعتبر بلاد ماشي لمنطقتي وبالتالي مش نمشي كتونسي وما نجمش نمشي إذا كان ما عنديش رأي حكومتي في هذا يعني مهما كانت الحكومة أطلبت رأي شخصي ولا رأي كرئيس دولة لا رأي كرئيس دولة كرئيس دولة لأنه مش تمشي أنت كمسؤول أممي على وضع اللي احنا نحبه ولا ما نحبوش يهمنا وداخلين فيه وبالتالي باش ناخذ رايه في الموضوع والحقيقه بعد تقريبا 20 دقيقه 25 دقيقه نقاش وصل القناعه هو وقال لي ما فماش مانع باش تقبل واعتقد انه حاجه باهيه لتونس من بين الامور اللي قالها ولكن قريب بشوف اللقاء قال لي عندي شرط على كوفي انان هو انه يكون معك حراسه وامن تونسي لانه مهم خايف جدا عليك. خايف عليا مش ككمال مرجان خايف عليا كتونسي لانه يعرف انه فما خطر كان يخاف على التوانسه بن علي لا نتصور انه لو كان حد اخر تونسي في وضعي انا ممكن كان يقول نفس الشيء خلينا ما نقولش انه لانه كانت امور شخصيه بيني وبينه لا كان ينجم يكون سفير تونسي اخر اقترح عليه باش يمشي نتصور كان يقترح عليه شيء لانه يعرف انه الوضع كان صعيب برشا وانت زاد ككمال مرجان يحبك نوعا ما ممكن عندك حظوه خاصه ممكن ولكن اتوقع انه كان يكون عنده نفس الموقف إذا أي تونسي أي آخر لأنه يعرف أنه الوضع في العراق في ذلك الوقت وفعلا لكن لما وقع الاختيار على سيرجيو مع الأسف معناه توفى في التفجير حادث التفجير نهار 19 ومنعت أوت. أنت ما شاء الله معناه والله شوف أنا كل شيء مقدر وإزاء الشيء اللي صار هذاك عندي الحقيقة شعور معناها شوية مخلط معناها من ناحية طبيعة الحال الإنسان منعه من ناحية صديق عزيز وعلاقة كبيرة كانت تربطني به في معناها سي كمال وزراء بن علي تو عرفنا وكنا نعرفه زاد اللي وزراء بن علي سامحني في الكلمة ما كانوش عندهم شخصية قدامه صراحة معناها كانوا كالماريونات يحرك فيهم بن علي هو الديكتاتور وهو صاحب القرار وهو ما عندهمش حتى رأي باش يقولوه قدام الرئيس في الاجتماعات الوزارية وفي كل المواقف وحتى كي عندهم رأي ما ينجموش يصرحوا به خوفا وكان ذكره في أوساط وزارية وانا نعرف معناها يثير الرعب وبوليس سياسي تبع فيهم وضعف نفوذ وصلاحياتهم محدودة وثم حاجات يرجعوا فيها للرئيس وأجرة كانت 3000 دينار وليت 4000 دينار هل هذا المنصب وهذه العوامل معناها السلبية وهذا الرعب وهذا تستحق التضحية هذيك؟ شوف أولا أنا لما معناها قبلت باش نرجع كما قلت لك فما كانت ظروف خاصة وكنت معناها مش نخرج معناها على كل حال ولو انه كوفي انا نقترح عليه شيء اخر اي هذا جاوبنا عليه اما نقصد لا ما هو هذاك ما هو نقصد انت مسؤول جاي من برا تقبل جاي من برا ولكن جاي عارف شنو الوضع ولكن ما كنتش عارف الامر من الداخل انا نهار اللي دخلت اول مرة للمجلس كثير من الزملاء ما كنتش حتى نعرفهم انا اول مقابلة اذا ما كنتش نعرف الوضع من الداخل انا غبت على البلاد من 72 حتى إلا كالفترة متاع 89 10 شهور تتبع في أخبار بلادك تتبع البلاد لكن مش نفس الشيء كمسؤول الشيء اللي تحكي فيه أنت أنا عرفته وقت دخلت عرفت أنه مجلس وزراء مثلا ما فيش نقاش ما فيش صعيب أنه واحد يقبل العمل في الظروف هذيك ويضحي بشخصيته بمواقفه وبرشا حاجات في سبيل منصب صعيب شوي مش في سبيل منصب أنا باقي نقولها في سبيل خدمة تونس مش تقول أنا باقي نقولها ولكن خدمة تونس ما تنجمش تخدمها تونس في الموقع هذا
هذاك والدليل ما نجمتوا تعملوا شيء. شوف انا ايش خدمت 4 سنين ونص في وزاره الدفاع. اريد ان احاسب على عمل ما عملته في وزاره الدفاع، ولكنك جزء من النظام. جزء من النظام ما فيش شك. تحاسب على انك ما قلتش كلمه حق وما تكلمتش. ما عنديش مشكل في هذا، وكنت انا الان تقريبا الوحيد اللي اعتذرت على الاقل 3 مرات، وانا كنت الوحيد اللي عملت نقد ذاتي. اعتذرت على شنو؟ على الشيء، على اني عملت في على انك سكت 50 على اني سكت، وهذا اقل شيء بطبيعة الحال. فما انسان على الاقل يعترف بهذا، ما فيش شك. كان ضعف خوف والله. شوف معناها فما بورتو انت عندك حظوه خاصه تمكنك بتتر باش تعمل تعاليق معينه ولا توصل راي معين. لا مش صحيح، مش على الاقل من الموقع العائلي. مش صحيح، لا ابدا. العائلي لازم ابدا ما كان غير مسموح لك. لا ما كان عنده حتى دخل، لانه ما كانش عندي علاقات خارج. اش معناتها انت بالذات والعائله الاخرى عندها موقع وعندها صلاحيات؟ العائله برشا في العائله، عائله بن علي وعائله طرابلس. لكن هذوكم اقرب رجاب، انا بعيد. انت نسيب. انا نسيب بعيد، انا مانيش نسيبه هو باش نكون عندي معاه نشوفه كل نهار. انا في حياتي خارج العمل قابلته يمكن مرتين. متزوج بنت عم، بنت عم، بنت ولد عمو، مش ولد عم. دونك بعيد. انا كي جيت عام 89 ناكد لك اني 10 اشهر حتى كي حاولت باش نقابله باش نكلمه حتى في التليفون ما قدرتش. انا وصلت باش وليت مشيت لشخص وطلبت منه باش يقول له يسيبني نخرج، لانه ما كانوش حتى يعديوني في التليفون. دونك انا ما يلزمش الانسان يخلط الامور. على كل حال كما قلت لك، انا الشيء اللي عملته انا مسؤول عليه، سواء كان في وزاره الدفاع او في وزاره الخارجيه. حاولت ما اقدر وباستطيع، ونخلي للناس باش تحكم، وخاصه ابناء الوزارتين. وفي الجرائد وزاره الدفاع صاروا شويه مشاكل اراضي وما نعرف شنو، كان تبعت لا هذيك اشياء قديمه. قديمه الحقيقه، معناها ما لحقتش انا على الامور هذيك. وزاره الدفاع كانت مهمشه في عهد بن علي. الجيش كان صحيح ولا الكلام هذا كان مهمش نوعا ما، وكان خارج السلطه الجيش ومبعد. الجيش في النظام التونسي كان دائما ما عندوش دور كبير من عهد الرئيس بورقيبه وتواصل بعد 87. معناها كي تشوف الميزانيه نتاع الدوله تلقى أنه الجيش غالبا أقل 4.5% من ميزانية الدولة. ولأنه تعرف الجيش خاصة السلاح والعتاد غالي، مش سهل. ثم اختيار سياسي حصل منذ بداية الاستقلال على أساس أنه هناك الإمكانيات البلاد تمشي للصحة، تمشي للتربية، تمشي مش للسلاح وللجيش. صحيح فما نقص، ما فيش أدنى شك، ونقص نحسوه خاصة لما يكون الإنسان في داخل المؤسسة. ولكن بطبيعة الحال يلزم يقع نتفاداوه، لأنه اليوم الوضع أصبح يقتضي أنه خصوصا الامن نتاعنا الاقليمي وغيره مهم جدا، وفي رايي معناها يجب اعاده النظر في هذا. باهي نوصلوا المعلومه مهمه. في الوقت هذاك سي كمال مرجان اسمه صعد بسرعه، رغم انه حديث العهد بالسلطه ومازال كي جاء، ورغم هذا اسمه خرج كخليفه محتمل لابن علي، وبدات الجرائد العالميه تحكي، لانه الصحافه التونسيه ما تنجمش تحكي على مواضيع كما هذه. من حين لاخر نقرا مقال، نشوفوا تصريح، نشوفوا حاجه انه كمال مرجان هو المرشح لخلافه بن علي، وهو الخليفه معناها المقترح الامريكي المفضل، وهو البديل الامريكي المفضل. وانا سالتك السؤال هذا وانت ما زلت في السلطه، معناها سالتك حتى في وجاوبتني جواب ما نعرفش باش تعاوده هو بيد ولا. رغم هذا الكل، كل واحد تخرج عليه إشاعة من نوع ذي في العصر ذاك في العهد ذاك إلا ويدمر أو يجمد أو يبعد، إلا كمال مرجان. كمال مرجان خرجت عليه الإشاعات، حكت عليه جون أفريك، حكت عليه جريدة أخرى، وقعد صامت ولا باس وما تزحزحش من المنصب. شنو السر؟ لا سر سهل. علاش انت بالذات قعدت؟ لا سر سهل، ما تقلقش منك، لا ما انزعجش من الاشاعه. السر سهل، لانه لما كثرت الاقاويل والاشياء اللي تحكي عليها تجرأت باش جبت الموضوع معه. كان تقريبا بعد 9 شهور من رجوعي لتونس،
وقلت له هذا شيء أنا مش أنا وراه مش أنا قاعد نشجع في الأمور هذه. خفت مشيت بررت الموقف. لا مش بررت طبعا لازمني نكلمه في الموقف. توضح. لا خاطر الموقف أنا سبقت سبقت العاصفة. لا مو يعني كان عندي أفونتاج كبير. كان الأفونتاج هو إني عندي التجربة متاع اللي سبقوني. خذيت درس. خذيت درس. مشيت للصدمة قبل ما أجي. لأنه طبعا الحال الناس اللي خرجوا فذاك مش بالضرورة الناس يحبوا الخير لتونس ولا يحبوا الخير لكمال مرشد أنا خاصة لما يلصقوها بدول أجنبية هي مقصودة أنا نصور أنه لأنه يعني مؤامرة ضدك شنو الدليل أنا الدليل متاعي هو أنه خرجوا لي قداش من سيت أنا أنا, أنا أنا شفتك وكأنك مستمتع بها الإشاعة بالعكس يمكن زيادة تشجعتك على الطموح الإنسان تبع تعلم الناس يذكروه بخير ويقولوا أنه قادر باش يكون رئيس رئيس دولة معناها في 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 داخله بطبيعة الحال ولكن الوضع ونعرفوا أنه حتى إذا كان القرار مش يصير ما كانش يصير بصفة ديمقراطية وكان معناها مش يكون تقريبا تعيين فأنا خذيت المبادرة أنا بديت من المبادرة من وقتها وخذيت المبادرة وكلمته في الموضوع لأنه حتى اللي سيت اللي شفتوهم باسمي ما فماش حتى واحد عملته أنا فما اللي عملوه إلى حد الآن مانيش فاهم كما حتى في الفيسبوك إيه حتى الفيسبوك في الفيسبوك عندك صفحة عندك صفحة توصف بن علي بالديكتاتور وهي باسمك وتصويرتك وانت في السلطة شفتها هذيك هذاك علاش نقول لك فما ربما ناس يحبوا الخير وفما ناس اللي يحبوا يخلقوا دونك مشيت جبت له الموضوع كيفاش جبته له بربي سيدي جبته له بعد معناها كان عندي لقاء معاه كملت الملفات نتاعي قلت له تسمح لي فما موضوع اخر نحب نجبته لك قال لي تفضل جبت له الموضوع قلت له لاحظت انه المده هذه كثرت الاشاعات والدعايات لا مش جرأه لاني يعني كنت واثق من نفسي اذا كان باش يناحيني خليه يناحيني ما فماش مشكل مش قضيه حياه او موت لكن ما نحبش يصير معناها الشيء اللي انا مانيش مسؤول عليه لا ولو انا حاولت او شيء ما نتحمل مسؤوليتي لكن اش كان رد فعله؟ رد فعله قال لي اذا كان مش تاخذ بعين الاعتبار الاشاعات والدعايات معناها ما عادش تنجم تخدم اخدم على روحك ربي يعينك ماهوش نفس رد الفعل لعباد اخرين ما نعرفش ولا خاطر ما قالولوش لا يعني انا متاكد انه مانيش متاكد انه اللي قبلي انا كلموه في الموضوع الإشاعات هذه كمان تثبت لك في علاقات باردة مع الخليفة المحتمل الآخر واللي هو أكثر رسمي خليفة المرشح نتاع ليلى بن علي صخر المات ثم شوية برود خاطر أنا عندي فكرة على المرحلة هذيك شوية ونقابل فيك معناها ثم شوية برود لا 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 معناها علاقتي كانت معاها علاقة معناها طيبة اما صار معاها هي ومع الحاشيه هي تكره كمال مرجع لا لكن ما صارش لانه صخر هو مش مؤكد انه كان هو مرشحها كذلك احنا في 2009 ولات عندنا تساؤلات اخرى عن من سيكون او ستكون لا طويله انت قعدت وقعدت في السنه الناس وقتها اللي انت المرشح مدة حتى ال 14 جونفي خاطر صخر ظهر بعد انا ظهر ربما في سنوات لا ولصقت فيك الستاتيو هذيك نتاع الرئيس المستقبلي قعدت في كنتي حتى اللوكاتورز صحيح وسخر ولا عنده طموحات لكن مش وحدي سي سمير معناها تو الانسان مش خاطر انا الوحيد اليوم اللي قعدت على الساحه السياسيه من النظام السابق مش انا الوحيد لما يذكروا اسمي تو عندي حتى اشياء اللي خليتها مكتوبه واشياء اللي خرجت في بعض جرائد وفي بعض مواقع كما قلت مش كان اسم كمال مرجع الأبرز ربما لكن الأبرز لأنه لصقوا معك أمريكا دوك وليت شوية أوفيسية ياسر باش تلصق أمريكا لصقوها في كل شيء وحتى كي ما يلقاوش أمريكا يلقاو لا أنت تساعد شوية حكاية أمريكا لأنك جيت من برا ولأنه في الأمم المتحدة وعندك علاقات كبيرة في أمريكا وعندي علاقات كبيرة مع في العالم الكل معناها ما عشتش في أمريكا علاقتي بالأمريكان علاقتي كما علاقاتي بأي بلاد أخرى وعلاقاتي من القياديين في أمريكا سواء كانوا من الديمقراط أو الجمهوريين كما أي علاقة علاش ما يقولوش عندي علاقات في فرنسا في سويسرا في أي بلاد لأنه هذاك بفعل العمل متاعي كما أي إنسان في ميدانه عنده علاقات مع أهل المهنة ولكن ليلى بن علي علاش كانت تكره كمال مرجع والله شوف الكلام هذا ما قالته ليش وما تحدثتش فيها حسيتكم معنى أسلوك نتصور أنه ربما فما اختيارات وأعتقد أنه حتى لما رجعت لتونس عام 2005 ما أتصورش أنه الرئيس السابق شاور أي إنسان لما عيني معنى شعوري أنه القرار خذاه وحده بدون ما في العادة يستشير ويطلب آراء آخرين هذا شعوري لأنه
باش الانسان يروح لبلاده فك الظروف هذيك وفي وزاره الدفاع الى نتصور ما كانش فما ما كانوش يشجعوه برشا باش نروح. ما عندك حتى اتصال بليلى بن علي حتى احتكاك؟ قابلتها في حياتي الكل ممكن ثلاثة أربع مرات. في مناسبات خاصة وعامة في الكل في الكل ثلاثة أربع مرات. أنا عندي معلومة أنه الرئيس السابق كنت أنت الوزير الوحيد اللي استدعى الخطبة بنته حليمة بن علي. كنت أنا وزير آخر مش وحدي. غاب علي الوزير الآخر. المهم صحيح. كمام حظوة خاصة يمكن اعتبارات عائلية. أعتبر ربما لأنه ما كنتش وحدي زاد من العائلة. باهي باش نعطيك معلومة أخرى دقيقة جدا في نفس المناسبة. ما ننكرش لما يكون حقيقة نقول. أي فوالا غيرك ينكروا برشا. باش نعطيك معلومة أخرى. حتى في هذيك ما قابلتش زوجته. لا ما قابلتش زوجته ما صارت حاجة أخرى. في نفس المناسبة هذيك الرئيس انفرد بيك انفردتوا ببعضكم في لقاء خاص طويل شوية معناها في المناسبة هذيك؟ اي في المناسبة هذيك لا أبدا سلمت عليه كما الناس الموجودين الكل ما قعدش يحكي معك برشا لمدة أبداً ساعة غير ربع كيكة أبدا إذا كان صار أنا نقول ما فيماش بالعكس لأنه كان عدد كبير موجودين من العائلتين بطبيعة الحال لأنه المعلومات اللي عندي تقول أنه قابل كمال مرجان على انفراد والعائلة يشوفه وطوال اللقاء شوية لين بدأت شوية هكا تأويلات في العائلة في وسط أبداً العائلة أبداً معناها كانت في قاعة كبيرة وفيها يمكن 50 شخص ثم الشيء اللي نحب نأكده أن لم يكن لي مع الرئيس السابق أي لقاء معناها شخصي وتاتات على انفراد خاص إلا اللقاءات الرسمية اللي كانت في مكتبه لهالدرجة الا اللقاءات الرسميه اللي انتم سمعتوها والناس كل سمعتها وتفرجوا فيها في الاخبار به وكان يكلم فيك بالتليفون تليفون شيء طبيعي يكلمني انا يكلم كل الوزراء معناها صحيح لما كنت في وزاره الدفاع كان ينجم نقعدوا حتى اسبوعين ثلاثه بدون ما نكلمه ولا يكلمني في الخارجيه شيء اخر ثم مواقف يوميه